في مفاجأة حلوة. أمي جت؟ بقولك حلوة. قصدك إيه يعني؟ بهزر يا أخي. تعال. بص وقول لي رأيك إيه؟ شفت بقى مراتك شاطرة ازاي؟ جبت الفلوس منين؟ مش انت كنت سايب لي فلوس؟ الفلوس اللي انا سايبها للاكل والشرب مش للورق. انت كده كل يوم لازم تعاكن عليا. انت اللي مش حاسه بيا خالص. بكره تفرج ولا يهمك. وبعدين انت لازم تكون متفائل، المستقبل كله شغل المحامين. مستقبل المحامين؟ بس الاثنين غير الوكيل بتاعك تقول لي مستقبل المحامين. ايه ده يا حبيبي؟ بدا خفيف. بس انا عامله لك اكل يجنن. بجد؟ بجد. ظفر يعني؟ كله ظفر. مستنيه ايه؟ يلا. ظفر، اول مره احس ان انا متجوز. الله، ايه الحلاوه دي؟ ده احنا اسره محترمه بقى. شايف؟ مش كده؟ داخل ورا ابوك، واحد بقى مضحك، مش كده؟ أشوف الباب. لا الخط مش على الباب، الخط من فوق. اتفضل يا أستاذ عبد السلام. ما شاء الله ما شاء الله، أخضر يانا أخضر يانا. لا مؤاخذة يا جماعة، والله ما أنت قايم يا أستاذ. اتفضل معانا الغداء. سبقتوكوا، اتغديت كافيار وسمك مدخن واتنين سوزوكي. سمك مدخن؟ انت مش متعود تطلع بالليل، ايه اللي مطلعك النهار؟ رسمت يا سيدي لوحه من اكبر لوحاتي ورايح ابيعها. اسمها ايه دي؟ عندما تاتي الخيول من المزرعه ظهرا في بؤونه. دي اسمها كده؟ ايوه. شفت؟ عندما تاتي بؤونه الخيول، عندما تاتي الخيول. فين 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 بؤونه بقى؟ استاذ احمد، ايوه لو لاحظت الحته دي بؤونه. ايوه. ودي ظهرا. والخيول؟ الخيول هنا. يعني انت دلوقتي هتدفع الايجار لصاحب البيت وتاخد منه المفتاح؟ لا والله ما افتكرش المره دي، اصل في التزامات مهمه اليومين دول. ثم انا هشيل هم صاحب البيت ليه؟ البركه فيكم، مسهلين المهمه. على رايك، هوب تبقى فوق هوب تبقى تحت. بالظبط كده. سلام عليكم. كده احنا جربنا الوضع. عمره اتحرك برضه؟ ما يصحش، لانك انت عارف انه جايز جدا يبقى جوز ماما، يعني هيبقى في منزلة بابا، بمعنى اوضح هيبقى حماك. ده يبقى حماية؟ جايز جدا لو الامور مشيت زي ما انا عايزة. شويه مش كده؟ اصل البوتاجاز خلص وانا بسويها. بتدور على ايه يا حبيبي؟ بدور على فازه كسرها. في فازه جديده جوه في اوضه النوم. جديده؟ جديده. وانت خليت في عقل يا نوال؟ مش لاقي على الواد. مساء الخير. اهلا وسهلا. مش واخد بالك مني حضرتك؟ انا ساكن معاك نفس البيت الدور الثاني. اهلا وسهلا. اهلا وانا قاعد
لقيتك قاعد متضايق وشايل الهم، محتاج اشوف ايه الحكايه. لا مفيش، اكيد مختلف مع الجماعه بتوعك. جماعه ايه؟ احنا مالناش في السياسه يا اخي. اصلا انت بتاعتك، وبصراحه كمان شفناك وانت نازل زعلان. ما انت عارف بقى بيه الستات واللي بيحصل منهم. عارف، تبتدي الواحده تفر ناعم طول ايام الخطوبه لحد الجواز ما يتم، وتبتدي تقول لك نحن هنا. هو عارفك سوا برضه زينا ولا ايه؟ هو مين؟ احنا ذبحنا القطه من اول ليله وريحنا نفسنا من اولها. قطه ايه لمؤاخذة؟ ده مثل بنقوله عندنا، معناه ان الراجل لازم من اول يوم جوازه يحسس الست بتاعته ان الكلمه كلمته والشهره شهره ولا راي يعلو على رايه. الله اكبر، الله اكبر. انت على وده على طول على طول تضرب تحترم نفسك. مفيش يا محمد، هو كده على وده. مظبوط. يا سلام. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. ما قلتليش حضرتك يعني اسم سيادتك. سليمان السبع. يا سلام، سليمان السبع. اسمع على مسمى. السبع. ايوه. وحضرتك اسمك ايه؟ انا لحد النهارده كان اسمي احمد نافع الابوري. ايوه. من ابور. ايوه. انما من دلوقتي تقدر تقول عليا ابوري الاسد. ابوري الفيل. الله اكبر. ابوري الجامد قوي. يا سلام. الجامد. كنت فين لحد دلوقتي؟ كنت بحاسب واحد صاحبي توفى. وكنت عاملين نصران في الكباريه؟ ليه بس يا حبيبتي؟ حبطوني. ايه؟ الساعة 12 ونص. ما انت عارفها بقى على ال عارف ايه مخلص وهد الصهار والحته الاتوبيس. ايه؟ اسمع. مش عايز اسمع صوتك ابدا. حاضر. اترجع نام هنا والصباح رباح. حاضر. ولا اقول لك؟ ايه؟ نام بره ادبا ليك. حاضر. رجاله ما تختشيش. تعالى هنا. ايه؟ ان ما كنت خليك تمشي على العجين ما تلخبطوش. ايه هو ده بقى؟ انا عملت ايه عشان ده كله بقى؟ عيطت ليه دلوقتي؟ علشان انت زعلان مني وانا مش عارفه اساعدك. ما هو علشان تساعديني لازم تسمعي الكلام. حاضر يا حبيبي. بعدين من النهارده لازم تعرف ان انا الاسد هنا في البيت ده. بس احسان عبد القدوس عنده روايه بيقول فيها ان الاسد اصله قطه. ماليش دعوه باحسان عبد القدوس، انا اللي بتكلم دلوقتي مش احسان عبد القدوس. خلاص اللي انت عايزه انا همشيك. طيب. طب خدي ورقه يا مسحه بيها دموعك. يا بتاعت بره. مسحت دموعك؟ ايه. تعالي نلتقي في قبله شنيعه. قبله شنيعه. اتفضل. البيت بيتكم. ربنا يكرمك. انت وحشنا يا سعد صلاح. اقدم لكم العيله وعيله العيله. اتكلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا حلاوه. يا ولد وحشنا قوي قوي. اهلا وسهلا. انت بتعمل ايه؟ اهلا. كرمك كده. مرحبا يا بيه. حاجه جميله. اهلا وسهلا. ورايا يا ولاد. ايه؟ انا ورايا رجالي. ايه دي؟ يا دادا يكونش جايبهم يا حبيبي عشان يخطبوا له ماما؟ يخطبوا له ماما ده ايه؟ انا مش عايز اسمع السيره دي بعد كده، فاهمه؟ طب بس خلاص ما تزعلش. احنا كنا بنقول ايه يا نوال؟ بنقول ايه يا نوال؟ افتكرت. ايوه. لا مؤاخذة هننزل نجيب سجاير وعيش وغموز. غموز؟ ايوه غموز، يعني نجيب سجاير ولا ايه؟ دي حاجة تضايق الحرية. عاجبك كده؟ مش قلت لك ما تصحش ندي للناس وش أكتر من اللازم؟ بس ما تاخدنيش في دوكك، أحسن أنسى كنا بنقول إيه. ده مؤاخذة، ما
نسيت أسأل عبد السلام على نوع الدخان اللي بيشربه. لكن انتوا دخلتوا هنا ازاي تاني؟ ما هو اصلي يا عبد السلام ادى لكل واحد منين مفتاح للشقه. ايه مش قلت لك يا ست هانم احنا ساكنين في الشارع؟ يعني لازم تقول له ان احنا معانا مفاتيح. مش هو اللي سأل؟ قول تقول له. طب انا هعمل جوه خلاص. ايه يا راجل؟ ايه يا راجل؟ والله يا عيال قاعدين تتخانقوا هنا وما جبتوش الغموس. والله المستعجل هو اللي ينزل يجيب بقى وانا احنا حذرين عنوكو. ايه ايه بقى كده؟ ايوه كده والله العظيم. لو وليد لو وليد ايه 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 هو فديت المرضى الخلعين كده هو. يلا بينا نجيب العيش السجان والغموض ونيجي. يلا بينا يلا بينا عجبك اعمال قرايب جوز امك؟ ناس شعبيين وطبيعيين حاسوا انهم عايزين يتخانقوا قاموا يتخانقوا.